مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم شو بدنا نسوي؟ نعمل ريفيو لهذا جوجلي في 2 جوجلي في 2 ميني فولدينج بوكيت درون، ونعملها ريفيو. احنا ورجيناكم اياها في الانبوكسينج، بس بدنا نورجيكم الريفيو تبعها. طبعا هذا بيجي بوكس جوا بوكس، يعني يمكن عشان يحافظ عليه بيجي اشي زي هيك، شايف؟ هذا بلاستيك بوكس جوا بوكس ورقي، جوا كمان بوكس، كمان بوكس. طيب خلينا نشوف شو جوا البوكس. في كنترولر، وجوا البوكس تبعت الكنترولر فيها الدرون، وهون الدرون شوفوا هيك صغير كتير، يعني شوف ايدي. وهون الباتري بحطه، اتوقع في مع شو هاد فلاش هذه الكاميرا. هذا الكاميرا هون شوف. والكنترولر هاد هيك، ما بعرف ليش هو، يعني good idea، بس ما بعرف ليش هو هدول البوتنز هيك هون. هلا راح نشوفهم بعدين. شوفي معاه كل هاي الشغلات. هذا شكله الشاحن وبطاريتين، وطبعا معاه هدول لانهم شكلهم بتكسروا بسرعة. هدول بفتحوا هيك، اوكي، مفروض هيك يكون. هلا في بطارية هون فكها، مفروض يكون ايوه هيك تسهل. معرفش اذا مشحونة ولا لا، حنجربها. وفي اون اوف، هي هون اون اون اوف، هو مشحونة. في اشي صار يشتغل، اعتقد لازم خلينا نجرب هذا لازم نقرأ عنها كويس. اوكي نشيل هدول. اوكي طيب، هاي شو حطيتهم؟ هاي بس بوكس. ايه وهاي هيك حطينا البطارية. طب وين بحطوا الموبايل؟ هاي عشان ما تضيع، ما هيك بتفتح بسهولة، فهيك لما تحط الدرون فيها ما بتضيع. فكرة. اوكي في كبسات، خلينا نشوف شو هي. هاي عشان تطلع وتنزل، اوكي، وهيك بتلف الكاميرا يمين وشمال، اوكي. هاي عشان تروح الكاميرا يمين هاي بتلف الكاميرا نفسها، هاي بتروح الكاميرا يمين وشمال، وهاي بتروح لقدام وورا. اذا هون اب داون وبتلف الكاميرا نفسها، وهون رايت ليفت وايش قدام ورا. اوكي هدول الكبسات لازم نعرف شو هم. هاي بتلفها يمين شوي، هاي للشمال، هاي اوتو ديسنت، هاي بتنزل لحالها. لا تضلك ضاغط عليها هيك. اوكي هيك اشتغلت. اوكي هلا بنطلع برا ونسويها. هذا الاب اسمه 4D Fly، حننزله عشان نشوف الفيديو اللي بينزل. طبعا شكله لازم نوصله بالواي فاي. طيب شوي معقد الموضوع، بس اول مرة. الاو
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.